طبعا كقاعدة عامة، هو الكوليسترول لما بيرتفع إحدى العوامل المؤدية إلى الجلطات القلبية والأزمات القلبية تراكم الكوليسترول. الكوليسترول ملوش أعراض هو شخصيا، لكن هو تراكمه على مدى السنين بيترسب في جدران الشرايين، وخاصة الناس اللي عندها تاريخ وزن، وهو موجود في الأغذية الدسمة، البط والوز والحاجات والدهون المشبعة، ولكن وبيصنع في الجسم، وممكن وليس كله بيجي من الأكل. يعني ممكن المريض ما بياكلش، ما هوش مسرف في الاكل، لكن جسمه خطأ في التمثيل الغذائي يؤدي ان الكوليسترول عالي جدا. والكوليسترول دلوقتي اصبح في معايير لقياسه، واصبح الدهنيات منخفضه الكثافه، ودي بنحب انها تقل عن 100 ملي جرام في كل 100 سنتي، او لو مريض عنده جأزمة قديمه بيفضل المستوى الامن يقل عن 70 او عن 55. وبنتعامل بالأدوية مع تنظيم الأكل، الأدوية قد تكون أساسية في العلاج، وليس فقط تنظيم الأكل لوحده ليس هذا كافيا.